بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبناءنا طلاب الثاني عشر، أهلا ومرحبا بكم إلى درس من دروس البلاغة. درسنا اليوم بعنوان المحسنات البديعية. أهداف الدرس: في هذا الدرس يتوقع منك عزيزي الطالب أن تكون قادرا بإذن الله على أن تبين نوع المحسن البديعي بدقة، وأن تستنتج الأثر البلاغي للمحسن البديعي بشكل صحيح. المحسنات البديعية: تنقسم المحسنات البديعية إلى محسنات لفظية ومحسنات معنوية. من المحسنات اللفظية السجع، والسجع يوجد في النثر ولا يوجد في الشعر. الجناس، ويوجد في النثر وفي الشعر. المحسنات المعنوية، ومنها الطباق والمقابلة، وكلاهما يوجد في النثر ويوجد في الشعر. المحسنات اللفظية أو المؤثرات الصوتية. السجع: قال أبو منصور الثعالبي: الحقد صدأ القلوب، واللجاج سبب الحروب. اللجاج العناد في الخصومة. انتبه عزيزي الطالب إلى التوافق الصوتي بين الكلمتين القلوب الحروب، ذلك لاتفاق الكلمتين في الحرف الأخير الباء. لاحظ أيضا أن كل من الكلمتين جاءت في نهاية جملة أو ما نسميه الفاصلة. مثال آخر: قال قص بن ساعدة: أيها الناس اسمعوا وعوا، إنه من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت. الكلمتان اسمعوا وعوا، الكلمتان متفقتان في الحرف الأخير العين بالإضافة إلى الضمير الواو. أيضا الكلمتان كل منهما جاءت في نهاية جملة. كذلك كلمات مات وفات وآت اتفقت في الحرف الأخير بالإضافة إلى أن كل منها جاء في نهاية جملة أو ما نسميه الفاصلة. فالسجع إذن هو توافق فواصل الجمل في الحرف الأخير ليشيع في الكلام إيقاعا موسيقيا. الأثر البلاغي للسجع: السجع يلفت الانتباه إلى الفكرة من خلال إشاعة إيقاع موسيقي في الكلام. إليك عزيزي الطالب أمثلة توضيحية. قال أعرابي: باكرنا واسمي، ثم خلفه ولي، فالأرض كأنها وشي منشور، عليه لؤلؤ منثور، ثم أتتنا غيوم جراد بمناجل حصاد، فاحترثت البلاد وأهلكت العباد، فسبحان من يهلك القوي الأكول بالضعيف المأكول. واسمي مطر الربيع الأول، ولي المطر الثاني، وشي أي مزينة بالألوان. انتبه عزيز الطالب إلى الكلمات الملونة بلون واحد: واسمي، ولي، منشور، منثور، جراد، حصاد، البلاد، العباد، وكذلك الأكول، المأكول. نلاحظ أن الكلمات الملونة بلون واحد اتفقت في الحرف الأخير. لاحظ أيضا أن كل من الكلمات الملونة جاءت في نهاية جملة أو ما نسميه الفاصلة. مثال آخر: قال عمر بن ذر: الله المستعان على ألسنة تصف، وقلوب تعرف، وأعمال تخلف. الكلمات تصف، تعرف، تخلف اتفقت في الحرف الأخير. كذلك احتلت كل كلمة من الكلمات نهاية جملة، وهو ما نسميه السجع. من المحسنات اللفظية أو المؤثرات الصوتية أيضا الجناس.
والجناس هو أن يتشابه اللفظان في النطق ويختلف في المعنى. والجناس نوعان، جناس تام وجناس ناقص. الجناس التام، قال ربنا عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. لاحظ عزيزي الطالب التشابه التام بين كلمتي الساعة وساعة، غير أن المعنى قد اختلف في كل كلمة عن الأخرى. الساعة الأولى بمعنى يوم القيامة، وساعة الأخيرة بمعنى الوقت القصير. فالجناس التام إذن هو ما اتفق فيه اللفظان في نوع الحروف وشكلها وعددها وترتيبها. الجناس الناقص، يقول الشاعر: وكنا متى يغزو النبي قبيلة نصل جانبيه بالقنا والقنابل. لاحظ التشابه بين القنا والقنابل، تشابهت الكلمتان إلا أن الكلمة الأخيرة زادت في عدد الحروف. الجناس الناقص إذن هو ما اختلف فيه اللفظان في واحد من الأمور التي ذكرت في الجناس التام، وهي نوع الحروف وشكلها وعددها وترتيبها. الأثر البلاغي للجناس، الجناس يلفت الانتباه إلى الفكرة من خلال إشاعة إيقاع موسيقي في الكلام. وإليك عزيز الطالب أمثلة توضيحية. قال بعض البلغاء: يا مغرور أمسك، وقس يومك بأمسك. انتبه عزيزي الطالب إلى التشابه التام من حيث الشكل بين أمسك وأمسك، إلا أن أمسك الأولى معناها كف وامتنع، وأمسك الأخيرة معناها اليوم الذي يسبق اليوم الحاضر. قال الشاعر: عودي فإنك إن تعودي يخضر بعد الموت عودي. هناك تشابه تام من حيث الشكل بين عودي وعودي، غير أن عودي الأولى معناها ارجعي، وعودي الأخيرة معناها جسمي. فالكلمتان تشابهتا من حيث اللفظ تشابها تاما، غير أن المعنى مختلف، وهو ما نسميه الجناس التام. قال الشاعر: هل لا نهاك نهاك عن لوم امرئ لم يلف غير منعم بشفائي. نهاك نهاك، نهاك الأولى بمعنى منعك مفتوحة النون، نهاك الثانية العقد مضمومة النون. اختلف اللفظان في الضبط، جناس ناقص. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الساق، المساق، الساق ما بين الركبة والقدم، المساق المصير. اختلف اللفظان في عدد الحروف، جناس ناقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل، الخير، اختلف اللفظان في نوع الحروف، جناس ناقص. قال الشاعر: بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب. الصفائح السيوف، والصحائف الكتب. اختلف اللفظان في ترتيب الحروف، جناس ناقص. عزيز الطالب، حدد المحسن اللفظي أو المؤثر الصوتي فيما يأتي، ثم بين نوعه وأثره البلاغي وفق الجدول الآتي. قال تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه. أحسنت عزيز الطالب، ينهون ينأون، نوعه جناس ناقص. أثره البلاغي، لفت انتباه المتلقي إلى معاملة الكفار النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الإيقاع بين الكلمتين. قال بعض البلغاء: الإنسان بآدابه لابزيه وثيابه.
أحسنت. آدابه وثيابه سجع، أثره البلاغي. أحسنت عزيز الطالب. لفت انتباه المتلقي إلى أهمية النظر إلى مضمون الإنسان وعدم الانخداع بشكله، ذلك من خلال الإيقاع بين الكلمتين. قال الشاعر: رحلت عن الديار لكم أسير، وقلبي في محبتكم أسير. عظيم، أحسنت عزيز الطالب. لكم أسير وفي محبتكم أسير. أحسنت. نوع: جناس تام. أثره البلاغي: لفت انتباه المتلقي إلى شدة تعلق الشاعر بمن يحب، ذلك من خلال الإيقاع بين الكلمتين. عزيز الطالب، حدد الجناس ونوعه وأثره البلاغي فيما يأتي. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أحسنت بني. الجناس بين كلمتي الأبصار والأبصار. نوعه: نعم بالفعل، جناس تام. أثره البلاغي: يلفت الانتباه إلى ضرورة التفكر في خلق الله من خلال إشاعة إيقاع بين الكلمتين. أحسنت بني. باء: لا تنال الغرر إلا بركوب الغرر. الغرر مفردها غرة، وهي أول الشيء أو أكرمه، ويقصد بها الأمور النفيسة، أما الغرر فهو الخطر. الجناس بين كلمتي أحسنت بني الغرر والغرر. نوعه: نعم، جناس ناقص. أثره البلاغي: يلفت الانتباه إلى ضرورة المخاطرة لتحقيق الآمال، ذلك من خلال إشاعة إيقاع بين الكلمتين. أحسنت بني. ننتقل الآن إلى المحسنات المعنوية. الطباق. الطباق هو الجمع بين الشيء وضده في الكلام، وينقسم الطباق إلى طباق إيجاب وطباق سلب. طباق الإيجاب: قال تعالى: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. طباق الإيجاب هو ما لم يختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا، مثل عالم وجاهل. ومن ثم فطباق الإيجاب في الآية الكريمة بين سيئات وحسنات. طباق السلب: قال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. طباق السلب هو ما اختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا، مثل عالم وليس عالما، اتبعوا ولا تتبعوا. إذن طباق السلب في الآية الكريمة بين يستخفون ولا يستخفون. الأثر البلاغي للطباق: يحسن المعنى ويوضحه ويؤكده، ذلك لأنه يثير الشعور والتفكير. طباق الإيجاب كما في قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الأول الآخر الظاهر الباطن، طباق إيجاب. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. اتبعوا ولا تتبعوا، طباق سلب. قال الشاعر: أما والذي أبكى وأضحك، والذي أمات وأحيا، والذي أمره الأمر. أبكى وأضحك، أمات وأحيا، طباق إيجاب. قال الشاعر: وننكر إن شئنا على الناس قولهم، ولا ينكرون القول حين نقول. ننكر ولا ينكرون، طباق سلب. عزيز الطالب، بين موضع الطباق ثم اذكر نوعه ودوره فيما يأتي. قال السموأل: سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول. أحسنت بني. الطباق
بين عالم وجهول. نوعه طباق إيجاب، أحسنت. دور الطباق توضيح وتأكيد بأن العالم بحقيقة الأمور ليس كمن جهلها. أحسنت بني وبارك الله فيك. من المحسنات المعنوية أيضا المقابلة. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. نلاحظ يضحكوا يبكوا قليلا كثيرا. كذلك في قول الشاعر: فإذا حاربوا أذلوا عزيزا وإذا سالموا أعزوا ذليلا. حاربوا سالموا أذلوا أعزوا عزيزا ذليلا. بين كل كلمة وأخرى طباق. فالمقابلة إذن هي أن يؤتى بمعنيين أو أكثر، ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب، فإذا تعدد الطباق أصبح مقابلة. الأثر البلاغي للمقابلة: تقوي الصلة بين الألفاظ والمعاني وتوضح الأفكار. أمثلة توضيحية: قال تعالى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نلاحظ يأمرهم ينهاهم المعروف المنكر. إذن بين يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر مقابلة. كذلك ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يحل يحرم لهم عليهم الطيبات الخبائث، بين يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث مقابلة. كذلك في قول جرير: ألم أكن نارا يصطليها عدوكم وحرزا لما ألجأتم من ورائي وباسط خير فيكم بيمينه وقابض شر عنكم بشمالي. لاحظ باسط قابض خير شر فيكم عنكم بيمينه بشمالي. إذن بين الشطر الأول والشطر الثاني مقابلة. عزيز الطالب، اجعل طباق السلبي طباق إيجاب وفق الجدول الآتي. يعلم الإنسان ماضيه ولا يعلم مستقبله. أحسنت بني، يعلم الإنسان ماضيه ويجهل مستقبله. أحب الأمانة ولا أحب من يدعيها وهي ليست من خصاله. أحسنت وبارك الله فيك. أحب الأمانة وأكره من يدعيها وهي ليست من خصاله. باء، وظف الألفاظ الآتية في جملة تامة تحتوي على مقابلة: النور، الجهل، العلم، الظلام. بارك الله فيك بني. العلم نور والجهل ظلام. أبناءنا الطلاب، نسأل الله أن يعلمكم ما ينفعكم وأن ينفعكم بما علمكم، على وعد بلقاء متجدد بإذن الله مع دروس اللغة العربية المصورة. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.